للوقوف عند استمرار الحملة الفرنسية المعادية للإسلام داخل وخارج فرنسا، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. لنبدأ من وكالة بلومبرغ الأمريكية. أكدت هذه الوكالة أن الحكومة الفرنسية بصدد وضع خطة جديدة لتوزيع كتيبات تحتوي رسوما مسيئة للنبي الكريم في مدارس فرنسا. يعني لماذا هذا الإصرار الفرنسي على استهداف الرموز الإسلامية؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يا سيدي، بداية قلناها مرارا وتكرارا، لا يمكن الوثوق بهؤلاء الذين هم لديهم ازدواجية المعايير ولديهم الأقنعة التي يدعون بها بالحرية والديمقراطية. هم أبعد عن ما يكون عن ذلك. هم مصممون على أن يكون هناك استهداف لكل ما له علاقة بالإسلام، لا احترام لا للأديان ولا احترام لكل القوانين التي ينادون بها. هذا الإصرار ينم على الاستعداء وعلى حنين فرنسا إلى إحياء فكرها الاستعماري. نعلم أن فرنسا كانت قبل 100 عام هي دولة عظمى ولديها مستعمرات في كل مكان. الآن يحل محله الاستعمار الثقافي والاستعمار الفكري ومحاولة فرض ذلك من خلال هذه الأجندات ومن خلال هذه المناهج. المشكلة ليست في فرنسا، المشكلة هنا في من أعطى لفرنسا هذه الجرأة والضوء الأخضر من عدم وجود أدوات رادعة لتردعها، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، بل حتى على المستوى الدولي. يجب أن يكون هنالك قوانين تحمي أن يتم المساس بالإسلام وبرموز الإسلام. لا قيمة لأي اعتذارات. المقاطعة أوجعتها، واضح تماما أن فرنسا الآن تترنح وتتخبط، ولكنها ما تزال هي تكابر، وهذا استعداء مستمر. والاستعداء المستمر يجب أن يكون له مقابل، ويجب أن يكون له ردة فعل وصد أكبر. وبالتالي على الجميع أن يهب ليكون هنالك قوانين تجرم بل تعادي وتمنع أن يكون هنالك استهداف للإسلام ورموز الإسلام. أستاذ يوسف، تعتقد أن هذه التجاوزات من قبل فرنسا وأيضا النمسا وقبلها كان الكثير، تعتقد أن التجاوزات التي تطال الرموز الإسلامية هو بسبب الترهل في الموقف العربي والإسلامي من هذه القضايا المصيرية؟ يا سيدي، ليس فقط الترهل، هنالك مع الأسف من بين أبناء جلدتنا من يصف معهم، من يبرر لهم فعلتهم، من يقول بأن هذه هي حرية التعبير عن الرأي وحرية الأفكار والرؤى وما شابه ذلك. هنالك طوابير الطابور الخامس متعدد الجوانب. هنالك ما يسمى التبشيريين والمرتزقة من أصحابنا الفكر المدسوس. هذا كله هو الذي شجع الغرب ليكون هو يحاول أن يتطاول على الرموز الدينية وعلى دين الإسلام. ولكن في نفس الوقت أنا أرى بأن تركيا تقود حملة قوية، والشعوب الإسلامية التي لا تمثل بحكوماتها هي بالمرصاد. الآن نسمع عن خسارات فادحة بالمليارات بعد مقاطعة المنتجات الفرنسية، والاقتصاد الفرنسي سيترنح عاجلا أم آجلا في ظل استمرار الوعي عند الشعوب العربية والإسلامية لإعلام فرنسا حكومة وشعبا حدودها، كيف أن تلتزم بحدودها. ناهيك على أن فرنسا لديها 5 إلى 6 مليون مسلم. يعني الغريب في الموضوع أن فرنسا، النمسا، بعض الدول الأوروبية هم أيضا لديهم مسلمين من أبناء جلدتهم. هذا يدل على أن الحرب هي أيديولوجية وليس فقط ضد أشخاص معينين. هنالك من يستعدي الإسلام، وبالتالي اسمح لي أن أقول لك بأن ملة الكفر واحدة. هم يتحدون في عدائهم للدين، وعلينا أن نتحد في صد هذا العداء بما يلزم من جميع الأدوات المسموح بها سياسيا، دبلوماسيا، ثقافيا، بل حتى شعبيا واجتماعيا. أستاذ يوسف، البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرم تداول صور المسؤولين الأمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن قراءة ذلك؟ يعني واضح أن هنالك خوف شديد. يعني فرنسا الآن هي تعيش حالة من الرعب وحالة من الهلع، لأنها ترى بأن كل صيحة عليهم هم العدو. هم الآن أيقظوا المارد، أيقظوا الروح التي هي تدافع عن الرموز الإسلامية
بالأمس استهدفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآن تسمع استهداف أيضا القرآن الكريم وأيضا استهداف الإسلام بكل ما يحمل من رموز وكل ما يحمل من مفاهيم. نعم. وبالتالي هم الآن سيعانون من هذا الاستفزاز، وبالتالي عليهم أن يتحملوا النتائج. يعني إذا من يدق الباب يجب أن يسمع الجواب. بالضبط. وهذا ما تعطيه الشعوب العربية، تعطيهم درسا، يلقنونهم درسا لن يكون بالشيء السهل. أستاذ يوسف بدقيقة لو تكرمتم بالإجابة، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي رفضوا في بيانهم الختامي ربط مكافحة الإرهاب بالإسلام بعد هجمات فرنسا والنمسا، لكن هل تعد هذه الخطوة كافية لكبح جماح التيار الأوروبي الذي يعادي الإسلام؟ ليست كافية أبدا يا سيدي، هذا لذر الرماد في العيون، هذا الكلام لا قيمة له. يجب أن يكون هنالك قوانين تجرم من يتجرأ على الإسلام ورموزه. لماذا هنالك قانون في العالم كله يقول لك تجريم بسبب معاداة السامية؟ يعني اليهود لديهم قوانين تحميهم، ولماذا لا يكون هنالك قوانين تحمي الإسلام ورموز الإسلام؟ على هذا أتوقع أنه مسؤولية على المسلمين قبل أن يكون مسؤولية على الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون هنالك يعني مطالبات حقيقية من قبل الدول الإسلامية والعربية، وإلا ما فائدة؟ أنا لا أفهم ما دور منظمة المؤتمر العالم الإسلامي أو ما تسمى حاليا منظمة التعاون الإسلامي إذا ما هبت الآن لحماية الإسلام ومعتقداته. لا داعي لها إذن، ولا داعي لاجتماعاتها، ولا داعي لأعضائها. يجب أن يكون هنالك ردة فعل من تلقاء أنفسنا، لا أن ننتظر من الآخر أن ينصفنا ويحاول أن يجرم من يحاول أن يتطاول علينا. نحن المسؤولون أولا وأخيرا. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لكم.